السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم الشيف حسن حسونة، أكلة مصري على الراديو الأقوى والأجمل، الراديو اللي بنعتز بيه كلنا، راديو 90-90. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل أكلة بقى جميلة جدا، المحشي كرنب. يا جماعة من الحاجات اللي كلنا بنعتز بيها المحشي الكرنب ده، في ناس كتيرة متعرفش تعمله، لكن في ناس حريفة لدرجة ان بيبتكروا الكرنب ده يتعمل ازاي. كانت ام الله يرحمها كانت بتعمل حاجة غريبة جدا، وما وصلتش للسر برضو اللي هي كانت بتعمله. يا جماعة والله العظيم، هو الاكل لما بيقوله نفس، هو فعلا نفس. يعني حطوا الاكل ان انتوا بتعملوا الاكل تبقوا مستمتعين. النفس هنا مش ان انت تقعدي تنفخي في الاكل، النفس هنا ان انت تبقي حابه انت بتعملي ايه. مش ببقى واقفه زهقانه على طول اي حاجه هتعمليها. وقف النهارده وانت بتلبسي وانت زهقانه، اللبس هيطلع مش كويس النهارده، سرحي شعرك نفس الحكايه النهارده، واقفه بتطبخي نفس الحكايه، اي حاجه ما بتعملهاش بنفس راضيه. فعشان كده اقول لك، كانت امهاتنا زمان وهي بتطبخ كانت تقف تغني، تقف تدندن كده، تقف تقرا قران، تقف تسمي الله، تقف يعني حاجات كده جميله. كانت امي تمسك التعاير بايديها، ما كانتش بقى في زمان بقى كام جرام والكلام ده كله، كانت تمسك قرطاس الكمون وتفضيه في ايديها في كبشه ايديها كده، هو ده المعيار بتاعها. كانت تجيب كيلو الرز وتجيب ربطه الخضره، لما تروح عند الخضري كده يقول له عاوز ربطه خضره محشي، فيديك الربطه فيها كل حاجه، فيها الشبت وفيها الكزبره وفيها كل حاجه. كان تاخدها وتقعد تنقيها بالواحده كده، وبعدين تخرطها بايديها، مش بقى حبلانشه والكلام ده كله. احنا دلوقتي عندنا امكانيات ان احنا نعمل كل حاجه، فانت لما تقطع الخضره، شويه الخضره دول حلوين كده، وبعدين تنقعيهم في شويه ميه، وبعدين تشيلهم كده من على الوش كده، تحطيهم على الرز. كيلو رز مثلا احنا بنحط عليه شوية ربطة خضرة المحشي دي. وبعدين يا جماعة نعمل ايه؟ تجيبي صلصة الطماطم اللي هي البوري دي، حطي معلقتين، وبعدين جيبي شوية الطماطم اضربيهم في خلاط حلوين كده، مع فصين ثلاثة توم، مع واحدة فلفل حامي احمر، كنت عارفة ان هو بقى يكون فلفل ايه، حامي جدا، ما تخافيش مش هيطلع سبايسي، مش هيطلع سبايسي خالص. وبعدين فضي ده كله مع بعضه. طب انا عاوز اعملها التسبيكه يا شيف حسن، مش عاوز اعملها ني في ني. طب انا هقول لك الني في ني وهقول لك التسبيكه. انت جبت شويه الطماطم، كيلو الطماطم ضربتيه في خلاط مع واحده الفلفل الحامي مع ثلاث فصوص ثوم، وجبت الخضره قطعتيها وحطيت الرز بعد ما غسلتيه وقلبت الكلام ده كله مع بعضه، بتجيبي معلقتين كمون اللي هي معلقه الشاي الصغيره دي، وحطيها، حط معلقه شطه صغيره، حط معلقتين ثلاثه ملح، وقلبي الكلام ده كله مع بعضه، شويه كزبره ناشفه، قلبناهم ان انت جابك كرومبايه. في ناس كتيره ما تعرفش تسلق الكرومب، ودي كارثه. وهو الكرومب عمايله في السليق وفي السوى. فانت النهارده لما تيجي تجيب الكرومبايه يا ستي، هاتيها زي ما هي، وشيل الراس بتاعتها داير ما يدور بالسكينه كده، وقطعيها نصين، وقطعي النصين دول نصين، بقى معاكي اربع تربع. امسكي الربع ده بالجنب كده من نصه واقسميه، خلاص انت عملتي ورق الكرنب. ابداي خدي الكرنب ده زي ما هو كده واسلقيه، حطيه في الميه. طب هسلق ازاي يا شيف حسن؟ جيب حله كبيره وحط فيها معلقه كمون ومعلقه ملح وميه بتغلي، وبعدين حطي ربع ربع يستوي. تمسكي ال 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 الكرنب من منين؟ من العرش بتاعه. انا يا شيف حسن هقول لك، بس هروح لفاصل ونرجع اقول لك نعمل ازاي. السلام عليكم بعد الفاصل. طبعا احنا قطعنا الكرنب، حطينا الميه تغلي، حطينا ال الكمون والملح والميه غلت، نزلنا كل ربع لوحده. تمسكي انت قلب الكرنب في عروق كده، امسكي العرق كده، تلاقيه
بدأ يطرى معاكي، طلعيه سيبيه يبرد. انت عملت الخلطة بتاعتك، ابدأ يلفي زي بالظبط ايه رول كده، لفة والتانية التالتة هي القفلة بتاعتها. وابدأي ان انت جيبي العرش اللي انت بتاع الكرنب اللي انت مقطعاه ده وحطيه في الأرضية، وابدأي رصي الكرنب بتاعك داير ما يدور. وبعدين انت تكوني جايبة الشوربة بتاعتك. طب احنا معناش شوربة عم حسن، انت جيبي بس ماسورة من عند الراجل الجزار كده، قولي له ماسورة، تاخدي الماسورة دي هو مقطعها لك، حطيها في حلة تغلي، بعد ما تغلي خدي ميتها حطيها على الكرنب، وانت جايبة المواسير نفضيها كويس، هتطلع لك النخاع بتاعها حطيها على الوش، وانت قافلة عليها كويس ومحطها على 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 النار، وتسقيها بالشوربة اللي انت سقيتيها بيها دي. اول ما تغلي وطي عليها كويس جدا زي الشمعة زي الرز، وقفل عليها كويس. بالظبط تاخد معاك 45 دقيقة على النار، انت عملت طبق كرنب ولا اروع من كده، مع شوية عيش بلدي، مع شوية لفت، مع شوية زيتون، يبقى احنا عملنا اكلة ولا اروع من كده. طب ربنا كرمنا شوف حسن، انا عندي ورك فرخة من امبارح، عندي حتتين لحمة باقيين، عندي اي حاجة، لو انت حطيتيها على الوش يبقى اجمل واجمل. لو حطيتيها على وش المحشي بعد ما سقيتيها بالمواسير بقيت يبقى انت عملتي محشي قوي جدا. طب انت مش شاور ديح عم حسن، هات يا ست ربع كيلو لحمة، كل واحد قطعة لحمة على قدكم، هاتوا فرخة واحدة قطعوها على 8، شيلوا الاربعة وحطوا الاربعة. المهم ان انت عملت اكلة محشي. والكرنب ممكن في ناس بقى بتاكله زي ما هو كده، في ناس بقى يعني ربنا يديها الصحة كده تاخد الكرنب ده مع حتة سمنة بلدي وتشوحها كده وتحطها قدامك. انا عن نفسي احب اكله كده، انا احب اكل الكرنب اعمله سندوتش بالعيش البلدي كده ويبقى متحمر بالسمنة البلدي وتاكلي، والله العظيم ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها، مع الماسورة انت كلتي اكلة ولا اروع من كده. وبعديها ممكن مثلا السحر سحور يكون تقيل شوية، شوية فول، شوية طعمية، شوية بيض مسلوق، وهنقول الكلام ده كله في حلقات تاني. اشوفكم على خير، شيف حسن حسونة، اكلة مصري. يا رب يكون الحلقة عجبتكم ويكون الكرنب عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.